السلام القدسي عليكم وإليكم أحبائي وأعزائي متابعي برنامج 60 دقيقة مع ناصر قنديل في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة 84 من العام 2019. عنوان هذه الحلقة: الحراك الشعبي والحكومة في لبنان، توازن سلبي مطلوب. وسوف نفصل. النقطة الأولى التي أريد الحديث عنها أن هذا المشهد اللبناني هو مشهد نموذجي واستثنائي وجدير بالدراسة الهادئة العاقلة، لأنه تتواجد في هذا النموذج كل العناصر التي يمكن أن يتواجد بعضها في ساحات أخرى. مثلا الحراك الجزائري فيه بعض من مشاهد الحراك اللبناني، بمعنى عفوية الشارع، تدفقه، مثابرته، وجود الجيش، الاستعصاء في إمكانية الوصول إلى تسوية في منتصف الطريق. نموذج قد يتكرر في مصر، قد يتكرر في أماكن أخرى كثيرة. لماذا؟ لأن الغليان الشعبي بحثا عن حلول وخيارات، خصوصا في البعدين الاقتصادي والاجتماعي، هو غليان محكوم بعامل موضوعي غير قابل للحل. يعني مشروع التنمية في بلادنا وصل إلى طريق مسدود من خلال النموذج الذي استطاع أن يدير بلادنا طوال نصف قرن وأكثر، باستثناء وحيد فريد، هو النموذج السوري، النموذج الذي انقضت عليه الدول الغربية والعربية من أجل إطاحته وإسقاطه، ليس فقط لأنه قلعة المقاومة، وهذا أمر نادرا ما توقف أمامه كثيرون. إسقاط سوريا لم يكن فقط لأن سوريا هي قلعة المقاومة، ولأن سوريا هي النموذج المتقدم والمتفوق لكيفية إسناد خط المواجهة مع المشروع الأمريكي والإسرائيلي، ولأن سوريا هي عقدة الطرق الاستراتيجية البرية والبحرية للنفط والغاز وللتجارة وللسياسة وللحركات العسكرية، أو لأن سوريا هي الفرصة من أجل تأمين ترابط متين بين مواقع الهيمنة الأمريكية في كل من تركيا وكيان الاحتلال وما كان عليه الوضع في العراق مع بداية الأزمة في سوريا و الامتداد السعودي. سوريا إذا تمت إزالتها كخيار سياسي من وسط الطريق، تتلاقى كل القوى التي تشكل قلاع أمريكية، لتصبح إيران في عزلة، ولتصبح المقاومة بلا ظهر وبلا سند في لبنان وفلسطين. لكن هذه كلها عوامل حاسمة ومهمة واستثنائية واستراتيجية، لكن في عامل يجب الانتباه إليه، وأنا أعتقد أنه هو العامل المحرك في العقل الأمريكي الخلفي، يعني في منهجية التفكير الأمريكي، أن سوريا لم تقدم نموذجا فاشلا للدولة. يعني لما بتقدم الدولة نموذجها الفاشل، بصير إسقاطها من الداخل سهل، والدليل أن سوريا فشلت محاولات إسقاطها من الداخل، رغم كل ما حشد من إعلام ومن تعبئة ومن فتاوى ومن مال ومن أحزاب منظمة كالإخوان المسلمين ومن جهوزية إقليمية كالحالة التركية بما تمثل من مقدرات وإمكانات. لماذا؟ لأن نموذج الدولة في سوريا نجح بأن يقدم مشروعا تنمويا. صحيح الحريات مهمة عند الشعوب ويمكن عند النخب أكثر، وصحيح البحث عن شكل تمثيل سياسي أكثر تعبيرا عن نماذج الحراك الاجتماعي، يعني البرلمان والحكومة تكون بتتضمن ممثلين أكثر قربا للناس، هذا كله مهم، لكن في شيء أهم تعيشه الناس في حياتها اليومية، أن تكون الدولة قادرة. وبدولة مثل سوريا الإمكانات مش ضخمة، هي مش دولة نفطية، مش مثل السعودية، مش مثل الإمارات اللي عندها عائدات، وليبيا عندها عائدات نفطية هائلة، أو قطر أو سواها، وعدد سكان محدود. سوريا العكس تماما، يعني سوريا إذا في بلد بيشبهها بالعالم العربي بنسبة معينة، نسبة إنتاج للنفط 280 ألف برميل باليوم، لا يذكر أمام إنتاج الدول النفطية الحقيقية. يمكن يكون اليمن مثلا بيشبهها، يمكن الجزائر أكيد ما بتشبهها بحجم الثروة الهائلة، وعدد سكان الجزائر يعني أكثر شوي من عدد سكان سوريا. ورغم ذلك
قدمت سوريا نموذج لتنمية نستطيع القول أنه وفر للغالبية العظمى من فقراء سوريا ما لم تنجح بتوفيره، لا الدولة الغنية في ليبيا ولا الدولة الغنية في السعودية ولا الدولة الغنية في الإمارات ولا حتى في قطر، بقي سكان البوادي في دول الخليج فقراء تائهون في الصحراء، لكن في سوريا لم تبقى قرية مزرعة دسكرة لم تصل إليها الكهرباء والماء والهاتف، ولم تقم قربها المدرسة والمستشفى، ولم يصلها الخبز المدعوم والكهرباء المدعومة والخدمات الأخرى الصحية المجانية والتعليمية المجانية، لدرجة أن سوريا قد تكون نموذجا عالميا استثنائيا، دولة ديون صفر، دولة اكتفاء ذاتي بموارد محدودة تعتمد على الزراعة والإنتاج المحلي الصناعي الخفيف والمتوسط، وتملك جيشا قويا قادرا أثبتت التجربة أنه من الجيوش النادرة الوجود في العالم. باستثناء هذا النموذج فشلت مشاريع التنمية في المنطقة، وبالتالي منطقي وطبيعي أن يكون قانون الحركة الموضوعي بحثا عن ردم الهوة الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء، حل مشكلات البطالة، البحث عن مستوى معيشي يحقق حاجات أساسية بظل ارتفاع هائل في أكلاف الصحة والتعليم خصوصا في ظل الخصخصة وهروب الدولة من مسؤولياتها في هذين المجالين. واضح أن المجتمع الاستهلاكي المعولم بات جهنم حمراء بالنسبة للطبقات الفقيرة، لا فرص عمل فيه، وإن توافرت فهي بكفاف العيش لكن بكوارث تنتظر كل من يريد أن يتابع أبنائه تعليمهم، وكل من يريد أن يجد فرصة استشفاء إذا ما أصيب بالمرض. هذا يجعل قانون الحركة الاجتماعي دائم ضاغط، وبالتالي سينتج نماذج متحركة دائمة من الانتفاض، من التعبير، من البحث عن كيفية توفير عدد من شروط الحياة الكريمة. بالتالي استثمار هذا الغضب مطروح على جدول الأعمال الغربي دائما، كيف يجري توظيفه؟ وبالتالي هذا مختبر بلبنان في عامل إضافي موجود في مقاومة، وهذه المقاومه تؤرق اسرائيل وامريكا. ما فيها امريكا تترك المنطقه وتسلمها وتستسلم لحقائقها ووقائعها الصارخه التي تقول ان مشروع الهيمنه العسكريه فشل، ان مشروع الاخونه بالقياده التركيه فشل، ان مشاريع التقسيم فشلت، ان مشاريع الحروب الاهليه فشلت، ان الرهان على استقدام تنظيم القاعده وايكال مهمه التخريب اليه فشلت، لأنها فشلت في سوريا فهي فشلت في كل المنطقة. وبالتالي الاستكانة لنموذج فيه هذه المقاومة في لبنان وهذه الدولة في سوريا أمر مستحيل بالنسبة للمشروع الأمريكي والمشروع الغربي عموما، حتى لو تم التسليم بروسيا ودورها وبإيران ومكانتها وموقعها في عقد، يجب أن يبقى البحث جاريا في كيفية التعامل معها وإدارة الصراع معها. والمدخل الوحيد الطبيعي المنطقي هو الرهان على ما يمكن أن تقدمه فرص الحركات الشعبية وفرص الأزمات الاجتماعية، والتي يملك الأمريكي القدرة على تصعيدها وتأزيمها من خلال إمساكه بأنابيب المال، بالقدرة على التحكم بالحركة المصرفية، بالقدرة على فرض العقوبات، بالقدرة على التحكم بإيقاع حركة الدين وعلى العلاقة بالفوائد والعلاقة بمؤسسات الدولة وحاجاتها المالية. هذا مش بس بلبنان، هذا بلبنان وبغير لبنان. وبالتالي من هون نحن بحاجة نقرأ النموذج اللبناني بهدوء، نفكر فيه، ما نستعجل بإصدار الأحكام. من هون أنا سأحاول هنا أن أناقش مجموعة عناوين بالتتابع. العنوان الأول أنه هذا مختبر ممتاز بالنسبة للأمريكيين لدراسة أشكال التعامل الجديدة، لكنه مختبر ممتاز بالنسبة لأهل خيار المقاومة والاستقلال من أجل دراسة أيضا أشكال التعامل الجديدة. لا نماذج سابقة يمكن الاستعانة بها. نحن أمام ضغط اقتصادي اجتماعي بسبب السياسات التي نسميها الليبرالية المتوحشة، أي اعتماد الوصفات الغربية في إدارة الاقتصاد، استهلاك مفتوح، استدانة بلا سقوف،
توظيف عشوائي، تضخم في القطاع العام، انفاق بلا قيود وضوابط محاسبية تقيم قيمة لأهمية المال العام ولأمانة المال العام، فساد ينخر كل المؤسسات، طبقة سياسية تتقاسم العائدات والمغانم. هذا كله بده بيعمل كرة ثلج تصل إلى مرحلة يصبح في استحالة لإقامة توازن بين هذه القوانين التي تحكم حركة الاقتصاد، اللي فيها نهب وفيها فساد وفيها انفاق بلا ضوابط وفيها توظيف عشوائي وفيها استدانة بلا سقوف. بصير في استحالة بين أن تستمر هذه وأن تستمر الطبقات الفقيرة ساكتة، لأنه الطريقة الوحيدة لتأمين التمويل هي اللجوء إلى فرض الضرائب، مزيد من الضرائب، مزيد من المزيد من الضرائب. والنظرية أن الناس التي استطعنا أن نمرر عليها هذه لن يكون صعبا أن نمرر عليها تلك. توصل الأمور إلى مرحلة تقول الناس أنه بلغ السيل الزبا، طفح الكيل، تنزل الناس إلى الشارع. في هذه اللحظة ينشأ وضع نموذجي. هذا الوضع النموذجي منه مؤامرة، هذا أول استنتاج لازم نحطه. هذا الوضع النموذجي ليس صناعة، هذا الوضع النموذجي ليس خطة، لكن هذا الوضع النموذجي هو ساحة مفتوحة. هذه الساحة المفتوحة يمكن لمرة أولى للسلطة أن تقمعها، أن تحتويها، أن تتذاكى عليها. وشهد لبنان محطات 3-4-5 خلال السنوات التي مضت كان الحراك الشعبي تعبير عن غضب، لكن بسبب الشريحة المحدودة التي كانت تشعر بأنها تختنق ووجود هوامش تستطيع الغالبية العظمى من اللبنانيين الانتظار والتحمل والصبر أملا بالخروج منها، بسبب هذا اللا توازن بين حجم المتحركين والحجم الإجمالي للشعب اللبناني، مثل حالة مصر هلأ أنه بعد نسبة 5% هي اللي عم تنزل على الشارع، بصير في إمكانية إما للاحتواء إما للقمع، وبصير في إمكانية موازية للتسلل والقيادة من قبل جماعة السفارات وتحويلها إلى أدوات ومنصات لإيصال الرسائل السياسية. لكن هذا ما بيكمل، هذا بده يوصل للحظة التي هي الآن في لبنان، واللي ممكن تبلغها مصر، ممكن يبلغها الأردن، ممكن تبلغها الجزائر، ممكن أي مكان آخر في العالم العربي، العراق، أي ساحة، أن نشهد هذا الذي نشهده في لبنان. الغضب بلغ مرحلة بسبب الجوع، بسبب العجز عن تلبية متطلبات الضرائب الجديدة التي بدونها لا تستمر دورة الدولة بصيغتها القديمة، والدولة لا يريد قادتها أن يغيروا صيغتهم القديمة، بكملوا ضرائب توصل الناس تضرب فرام بتقول مش وارد. طيب إما أن يغيرهم وإما أن تنفجر الأمور. نموذج اللبناني عم بيقدم لنا فرصة لنقرأ. نقرأ أولا أن الانفجار حتمي، وأن الانفجار ليس صناعة، وأن الانفجار هو تعبير طبيعي عن هذا الانسداد بين قدرتين، بين قدرة لا تستطيع على مستوى الدولة أن تتقبل تغيير أساليب العمل القديمة، لأن عليها أن تفعل مجموعة من الأشياء التي لا تناسب تكوينها ومصالحها. عليها أن توقف الدين وكيف تنفق، عليها أن تخفض الفوائد ومن أين تستفيد، عليها أن تشد الحزام على الإنفاق وكيف تحقق المصالح والمغانم والمكاسب، أن توقف التوظيف وتعيد النظر فيه وكيف تعيد إنتاج زعاماتها من دون هذه الدورة بين التوظيف العشوائي وبين إنتاج الزعامة. كل منهجية إدارة النظام لا تستجيب لحاجاتها إلا من باب واحد، مزيد من الضرائب. وبالمقابل الطبقات الشعبية التي اعتادت أن تتقبل زيادات الضرائب وصلت إلى مرحلة هي لا تستطيع أن تتحمل مزيد من الضرائب. هون يقع الذي وقع في لبنان والمرشح للوقوع في أكثر من ساحة، وبالتالي أول تعامل معه يجب أن يتم من موقع، رغم أنه نحن إذا منطلع بالمشهد منقول بمصر مثلا نحن لا نريد للدولة أن تتفكك، لا نريد للجيش أن يصاب، لا نريد للاستقرار أن يهتز، لكن هذا مش الحل معه مثل بلبنان، أنه في حكومة
بصيغة أو بأخرى، رغم وجود من يرتبط فيها بالمشروع الأمريكي، رغم وجود من يتأثر فيها بالسياسات السعودية، بس بالآخر هذه الحكومة، هذا النظام بكليته يقدم تغطية للمقاومة، كما جرى أثناء عملية أفيفين، بيان مجلس أعلى للدفاع، ميزان قوى فرض نفسه عظيم، لكن هذا هو الواقع، هذه هي الحصيلة. بسبب هذه الحصيلة اللي هي مختلفة عن مصر مثلا، بس بمصر في أسباب تشبه أسباب لبنان إنما مصرية، بمعنى مثل ما بلبنان بنقول لأن النظام يوفر التغطية للمقاومة بصير شو؟ إنه الحراك مشبوه والحراك مؤامرة والحراك لعبة مدبرة، هذا منه صحيح، وبمصر ما رح يكون صحيح، وبالأردن ما رح يكون صحيح، بيطلع إنه هذا بوابة لفرض الوطن البديل، وبيطلع مظبوط يصلح لأن يكون بوابة، كما يصلح في لبنان لأن يكون بوابة لضرب المقاومة، كما يصلح في مصر لأن يكون بوابة لضرب الجيش واستقرار مصر، كما يصلح في أي مكان في العراق للانقضاض على الحشد الشعبي، يصلح يعني هو ساحة. إذا لم يحسن أهل المقاومة في لبنان أو أهل حماية مشروع الدولة في مصر، مش حماية النظام أو حماية السياسة الحاكمة، حماية الاستقرار والجيش أو حماية الحشد الشعبي في العراق وحماية وحدة العراق، يعني إذا أهل هذه الخيارات الخيرة، هذه الخيارات النظيفة، لم يحسنوا التعامل مع هذا الانفجار وتصرفوا باعتباره مؤامرة وباعتبار الوقوف مع النظام بكليته بمساوئه وحسناته هو الخيار الوحيد المتاح، إذا تصرفوا هكذا ستصبح الساحة متاحة من أجل أن يتحول الانفجار الشعبي الاجتماعي الموضوعي إلى منصة وحيدة الاتجاه، أي منصة للمؤامرة، منصة للاستهداف، منصة لخراب المنجزات، وبالتالي التوصيف الدقيق وحده الذي يسمح برسم المهام الصحيحة، والتوصيف الدقيق هو أن هذا انفجار شعبي، هذا غضب، هذا تعبير عن حاجة موضوعية، عن انسداد قائم بين نظام يحكمه الفساد وتحكمه السياسات الخاطئة وقائم على الضرائب وقد أدار الظهر للتنمية الحقيقية وأدار الظهر لحاجات الناس الحياتية وأدار الظهر لوضع فلسفة سليمة صحيحة لإدارة المال العام ولكيفية التعامل مع مسألة الاستدانة وإدارتها والتعامل في التوازن بين القطاعات المنتجة وبين الخدمات، هذا كله أدى إلى هذا، وبالتالي بدون رؤية متبصرة هادئة تتدبر كيفية الحفاظ على المكتسبات، يعني مش تحت شعار انه النظام مسؤول بصير ننحاز بالمطلق الى العدمية والعبثية، في تطرفين بيشبهوا بعض وبيغذوا بعض، التطرف الذي يقول اما انت مع الحراك واما انت مع مكتسباتك من النظام، نحن اهل المقاومة لا مكتسبات شخصية او فئوية او مادية لنا من النظام، مكتسباتنا من هذا النظام هي السلم الاهلي وحماية المقاومة، ما لا نريد التفريط به هو السلم الأهلي وحماية المقاومة، وما عداه مش بس لا مانع لدينا من التفريط به، سنسعى من أجل التفريط به. كذلك يجب أن يكون الحال في مصر، حماية الجيش وحماية الاستقرار، ما عداه مفتوح، نستثمر الحراك كما يريد خصومنا أن يستثمروه، نحاول أن ندفع به باتجاه أن يكون إيجابيا وأن يكون فاعلا وأن يحمي المكتسبات. طبعا مش سهل، لأنه مثل ما بلبنان رح تشوفوا بكرة كلكن، يعني كلكن وين ما كان رح يصير، لما بتقولن والجيش بيقول لك الجيش، بمصر بيقول لك الجيش عمل، الجيش سوى، الجيش كذا، هاي منطق الشعوب، الشعوب لا ترى الألوان بلحظات الانفجار، أبيض أسود، أنت معنا والله معهم، وبالتالي يجب أن يكون طول النفس والصبر والقدرة على الاستيعاب والتقبل والتفهم، هذا ضروري. وبالتالي إذا السؤال هو أنت مع الحراك أو مع الحكومة، لي أنا مع الحراك، أنا مع الحراك، أنا بناقش إنه الحكومة الآن أخذت إجراءات وعملت خطة، صحيح هلأ بنجي إليها، لكن خليني أقول إنه هذا معياره أنه نتاج هذا الحراك، يعني بكرة إذا بمصر صار شيء من هذا وإجت الحكومة بدل ما تزيد المعتقلين أخذت قرار تحت تأثير الحراك بالإفراج عن المعتقلين، هذا بيكون خير،
بس هذا بيكون من ثمار الحراك ويجب أن يسجل له ويجب أن يعترف له به. هون بدي أوصل لنقطة مهمة جدا، إنه هذا الانفجار الذي سيصبح قانونا عاما قابلا للتعميم في ساحات المنطقة هو تعبير عن حركة موضوعية لا يمكن ردها، لذلك ما حدا يضيع وقته ويقول إنه تعالوا نتفاداها، هذا حركة موضوعية. وما بتقدر حتى قوى المقاومة إذا نبأت مسبقا وقرأت أن هذا قادم ما فيها تتفادى، لأنه أولويتها هي حماية المكتسبات. المقاومة لا تستطيع أن تدير الحكومة مثلا بلبنان بثنائية أنه بدي تغطية المقاومة وبدي إنجازات اجتماعية، طالما أهل السلطة الغالبية العظمى مصدقين أنه بيقدروا يفرضوا ضرائب والناس ما تتحرك ما رح يردوا على المقاومة، ويكسر رح يروحوا على الضرائب قبل ما يكسروا راسهم بالحيط، ما حيتراجع، والحيط هو الشارع، هو الناس اللي بدها تنزل مش المقاومة اللي فيها تمنع. وبالتالي الذي جرى كان ممكن أن تفاديه، أنا رأيي لم يكن ممكن أن تفاديه، لأن هذه السلطة بهذا التكوين وقد بنت مصالحها على هذه الآليات لم تغير في سلوكها إلا عندما تصطدم بخطر أكبر، والخطر الأكبر لا يمكن قوله بالتحذير انتبهوا لوين رايحين، رح توصلوا للصدام مع الناس، ناس ما بقى تحمل ما بيسمعوا لك. وأنا شخصيا جربت، أنا إلي سنة بحكي ما خليت ولا بقيت حدا من الخبراء اللي عند الحريري للخبراء اللي مع تيار الوطني الحر، ما خليت لا كله بلا ما سمي لحتى ما بين أني عم بعمل أستذي على حدا، أنه الأمور هاي لن تمر، الشعب سينفجر، ما حدا كان يصدق. ولما كنا نقلن بعض الاشياء او اغلب الاشياء اللي هلأ مرأت بالورقة الحكومية كانوا يقولوا هاي نوع من الرومانسية والاحلام، فجأة ما عادت رومانسية واحلام، فجأة صار في امكانية لخمسة الاف مليار لبناني، يعني 3 مليار دولار ونص ينجابوا من المصارف ومن مصرف لبنان. كنا نقول هالكلام يقولوا ما في امكانية، هذه احلام. كنا نقول انه عندكم امكانية لموازنة بعجز صفر وبتقشف، وبعد فيه هلا في إمكانية لموازنة مش عجز صفر، موازنة بفائض أولي، يعني تقدر تسدد بما في ذلك خدمة الدين وتعمل فائض. لهلا ما نعمل مثلا موضوع إلغاء المباني المستأجرة. شو المباني المستأجرة؟ عندنا ترف حكومي في مباني ومفروشات وشي طعم شي بطعمه وشي بلا طعمه. مبنى الأسكوا لحاله إنه هذه عظمي للبنان أنه يستضيف الأسكوا، ومقابلها ندفع بالسنة 10 مليون دولار أجار مبنى بالسوليدير. في مبنى اسمه مبنى مقر عمل أيام الرئيس أمير لحود، تجهز ليكون مقر خاص لمجلس الوزراء، لأنه بالطائف بنقال أنه ينشأ مقر خاص لمجلس الوزراء غير رئاسة الحكومة وغير رئاسة الجمهورية. في مبنى على المتحف من أجمل المباني، اسكوا بتحبوا تنتقلوا عليه، أهلا وسهلا، بتحبوا مع السلامة اتركوا لبنان. وعدوا وزارات دولة، عشو بدها وزارات الدولة مكاتب، مكاتب وموظفين، شو هو وزير الدولة؟ وزير الدولة هو وزير سياسي جرت إضافته للحكومة من أجل تأمين التوازن في التمثيل السياسي، شغلته يحضر اجتماع حكومي ويدرس الملفات ببيته بشغله، ما حدا بيقول له تفرغ أصلا، راتب مش لازم يكون له وزير الدولة، يمارس عمله الطبيعي ويقرأ ملفاته وبيجي على مجلس الوزراء عم يمثل حزبه السياسي ليقول نعم أو لا على القرارات المطروحة ليأمن توازن التصويت في تمثيل الشرائح السياسية. من وزير بحقيبة؟ عندنا نحن 7-10 وزراء دولة مكاتب، مكاتب قد ما بدك، دولة مترامية الأطراف في إلغوا بس مبدأ، قولوا ألغينا الاستئجار وطعوا الوزارات والإدارات والهذا المبرطحة بأماكن مستأجرة ضبوها في المباني الحكومية القائمة، إلغوا السفر بالمطلق، بالمطلق لشو بتسافروا؟ بصير سفر لما مجلس الوزراء بيقرر والله في ضرورة، ما عدا هيك نضبوا، عنا سفرات بأنحاء العالم، موازنات السفرات، سفارة وقنصلية ومدري شو إلى آخر، كمان ضبط هاي بكلها دولار، هاي ما تمزحوا فيها. عمالة أجنبية بلبنان بتستنزف 4-5 مليار دولار وثلاث أرباع الناس بتقول ما في شغل، كيف الحكي؟ سياحة لبنانية في الخارج بين مصر وبين تركيا وبين اليونان وبين قبرص وبين هذا 4-5 مليار دولار بالسنة،
حطوا ضريبة على القيمة المضافة على كل تحويل وكل شراء للدولار بتم من شبابيك الصرافين أو من البنوك لغير أغراض الاستيراد. بدي روح شم هوا وبدي صرف 3000 دولار مثلا لحتى روح شم فيهن هوا، ما بيصير لي شيء إذا دفعت فوق منهم 1000 للدولة. معلش هذا بينزل الرقم. وبلبنان مناطق على مد عينك والنظر بعد ما بتعرفها اللبنانيين مش زايرينا وجمالياتها، ما بدي أقول أحلى من برا لكن لا تضاهيها الأماكن التي يقصدها اللبنانيون بقوة العادي والترف والهذا، ونحن فقراء. طيب ما بدي عدد، بدي أقول بعد في إمكانية، الإجراءات التي أخذت هي النصف، بعد في نص أدى، وفي إجراءات لسه بتعمل ثروات للبنان مش رح فوت عليها. بس أنا بدي أقول أنه الذي أنجز الآن كان يمكن إنجازه من قبل، كان ممكنا من قبل، لكن كانوا اللي أخذوا القرار اليوم الرئيس الحريري والآخرين مش بس هو يعتبروه أنه هذا حلم، هذا شعر، هذا رومانسية، صار واقع، صار ممكن، ولولا الشارع لما كان ممكنا، ولو ضربت إيد المقاومة على الطاولة ما بردوا. طيب وبالتالي نحن قدام مشهد جديد. هذا المشهد وأنا عم بحكي وضل ذكر قابل للتكرار، ومحل المقاومة بلبنان اللي هو محل مميز وممتاز موجود بدرجات أقل برات لبنان، لذلك مطلوب من القوى التي تمثل هذا النبض خارج لبنان أنها ترسم ثوابتها، تتعلم وتأخذ خبرتها من هذه التجربة اللبنانية. أول شيء بدي أقوله قبل ما فوت لتوازن الحكومة والحراك، لأنه هاي القسم الثالث، القسم الثاني هو مختبر للآخرين، رح نقول كيف مختبر، ثم مختبر لنا رح نقول كيف لنا. هو هني ثلاث أقسام. القسم الأول أنه هذا قانون موضوعي لا مجال لتفاديه، وهذه هي عناوينه ومفاصله، هيك بده يصير. ثاني أنه هذا مختبر للمشروع الغربي والعربي. شو اللي عم نشوفه في هذا المختبر؟ لنبلش نتعلم شو راح يصير بالعراق، وشو راح يصير بالأردن، شو راح يصير بمصر، وشو راح يصير بكل الساحات التي يمكن أن يشهدها. بالمختبر الأول اللي بلش بتونس ومرق على مصر وليبيا وهذا وثم سوريا، كان الأداة الآلة المعتمدة مع تفجير الغضب هي الحالة الإسلامية الأخوانية والقاعدية، حيث لا تنفع تجربة الأخوان يؤتى بالقاعدة. يعني الأخوان ما قدروا يمسكوا سوريا جابوا لهم القاعدة، ما قدروا يمسكوا ليبيا جابوا القاعدة، قدروا يمسكوا بمصر وبتونس مش الحال. طيب انتهت التجربة إلى فشل لأنها سقطت في سوريا وبدأت تتحلل وتتفكك في تونس ومصر. هلأ مش مسموح، ما حدا يفكر أنه تونس ومصر مثلا رح ينتركوا هيك، لأنه السياق الطبيعي بعد انتصار سوريا أن تشكل قوة جاذبة عربيا، وأن تشكل مثالا ونموذجا بقوة المثال، بتصير الناس الطالب وباللاوعي بتصير السلطات تتماهى بإجراءات التنمية وبإجراءات الاستقلال وبإجراءات الخدمات الاجتماعية. لجمها بده يتم بتفجير الشارع بدفعها نحو إجراءات تغضبه. وأنا أجزم أن هذا الذي جرى في لبنان، المشعل تبعه اللي اسمه الضريبة على الواتساب كان مدبرا. طيب شو المختبر هلأ؟ المختبر واحد، كلكم يعني كلكم، أي أن يجري ضم المقاومة التي هي أنبل وأشرف ظاهرة عرفها لبنان وعرفها العرب إلى منظومة الفساد. وانتوا عم تشوفوا على الشاشات محاولة الزج حتى بالشخص بالاسم لقائد المقاومة لسماحة السيد ليرقى فوق مستوى أي نقاش وأي شبهات، واللي مهابته هي جزء من قوة مشروع المقاومة وتوازن الردع مع مشروع الاحتلال، جعلها في التداول. وهذا اللي حكاه بالزمان وليد جملاط بعد حرب تموز 2006، انه ما نجحنا بكسر المقاومة لكن جعلنا اسم السيد بالتداول، سلاح الغدر والخيانة، بتتذكروا حتى محاولة نزع الألقاب. وأنا أذكر أنه جاءني أحد الأصدقاء قال كنت في مجلس كذا لديوان
أحد الأمراء كذا، ما بدي فوت بهاي الطريقة البعض بيحكي فيها عن حاله بالتباهي أنه عرضوا علي ومدري شو، لا بس عم بحكي هذا الموضوع وهو ملكي، لست معنيا بأن أتحدث عن تفاصيل أخرى عن الهوية التي جاءت وراءه، لكن مضمونه أنه يا خيي طيب بدك تجيب سيرة السعودية قول احكي على سعود الفيصل وبندر بن سلطان وترك لنا الملك. وأنا كان جوابي أنه مهاباتكم ليست أهم من مهاباتنا، ما عندنا مانع، تعالوا نعمل صفقة، كل إعلامكم وجماعتكم بيقولوا سماحة السيد حسن نصر الله وبيقولوا سيادة الرئيس بشار الأسد، منقول جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتقولوا الرئيس بشار الأسد والسيد حسن منقول الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتقولوا حسن نصر الله وبشار الأسد منقول عبد الله بن عبد العزيز، بتقولوا القاتل بشار الأسد ومدري شو الشيطان حسن نصر الله منقول بلا ما نكمل، ما منخلي وصف ما منقوله عن عبد الله بن عبد العزيز. هذا توازن المهابات. الآن في معركة على المهابات، هاي إحدى ساحات الاختبار، هل نستطيع أن نذهب بالساحات المتفجرة اجتماعيا من أجل إسقاط المهابات؟ هذا اختبار، وهذا بكرة حتشوفوه بمصر وحتشوفوه بوين مكان، وين مكان بالعراق وين مكان. هل أن الساحات تصلح لإسقاط المهابات بسوريا؟ عملوه مع الرئيس الأسد. طيب المختبر الثاني، يعني الشكل الثاني للاختبار، هل نستطيع تعرية المؤسسات الدستورية من خطوات من خنادق الدفاع الأولى؟ شو هي خنادق الدفاع الأولى؟ أنه رئيس جمهورية وتياره اللي عندهم أخطاء كتير في الأداء الداخلي لكن في الشق الإقليمي الاستراتيجي هم كالجبل، هذا حقيقة، هذا ثابت، هذا منه للنقاش، لا الوزير باسيل ولا رئيس جمهورية غلطوا ببنس فيما يتصل بموضوع المقاومة وموضوع سوريا بالخارجي، بالخطاب الداخلي بيحكي جبران وبيشيل وبيحط وبيقول منطلع النازحين مثل ما طلعنا الجيش السوري والوصاية وبيحط لي لوحة على نهر الكلب وبيحكي بالداخل بلغة متعالية على الآخرين وبنقلب الطاولة ومدري شو كذا، وحتى بيشاركوا بالسياسات المحاصصة وبلغة طائفية وعنصرية في كثير من الأحيان، نعم، لكن عم بحكي بهذا، يؤخذون من هذه من أخطائهم هذه ليسقط ما هو إيجابي أي حمايتهم للمقاومة، لأنه إذا قدرنا نشيل الحكومة من قدام رئيس جمهورية بصير عاري، بصير صب النار على موقع الرئاسة، أسقطت الرئاسة خلاص صارت المقاومة مكشوفة. لذلك المعركة لحماية المقاومة هي بعدم الإسقاط، بعدم إسقاط الحكومة ثم بعدم إسقاط الرئاسي. طيب لتحمي الرئاسي لازم تحافظ على الحكومة، هذا خط دفاع أول، لتحمي الحكومة لازم تمنع وليد جملاط يستقيل، وهذا اللي انعمل بخطة اقتصادية، تروح انت وسعد الحريري تقول له تدفع باتجاه ملاقات الشارع، لكن المختبر قائم، مختبرهم هم، مختبر انه ليش استقال جعجع، ليقول كلكم يعني كلكم ما بتعنيني انا برا، وانا ما صار لي بالقصر من امبارح العصر، على الأقل أنا أدي أدي حزب الله بالوزارة، أدي العونيين بالوزارة، مش أنا اللي بيشملني الحديث عن 30 سنة من التقاسم والمحاصصة والفساد، وأنا هلأ استقلت استجبت لرغبة الشارع. كان مطلوبا أنه وليد جملاط يشاركه، وبصير الحريري مش قادر أنه يبقى، لأنه بصير الحكومة كلها 8 آذار بيستقيل الحريري، بتصير رئاسة الجمهورية مكشوفة، ضغط على الرئاسي شعبيا وإعلاميا وخارجيا وداخليا على أمل أن إذا مش تستقيل تشل، معركة عنوانها إسقاط الرئيس، بضيع الاجتماعي والاقتصادي وكل شيء وبتصير القصة إسقاط الرئيس، يعني بتصير المقاومة مضطرة أن تتصادم مع مزاج شعبي جارف ولدته أزمة غضب مرتبطة بلقمة العيش، بس صار عنوانها إسقاط الرئيس، يا بتتجاوب معها وبتتبنى إسقاط الرئيس وبالتالي بتكون عم تقوس الرصاص على حالها، يا بتوقف للدافع عن الرئيس وساعتها بتصير هي وجها لوجه في حالة الاشتباك مع الشارع. هاي مختبر. الشكل الثالث للاختبار
هو ما شاهدناه من الميوعة والفلتان والرقصات والفنانين والمشروبات وحتى المخدرات، هذا ما كان بالوجبة الأولى أو النسخة الأولى من الربيع العربي. كان التدين اللي هو ملازم لطرح فكرة إخوان قاعدة هو الطاغي. الآن لا، روحوا انبسطوا، روحوا تسلوا، روحوا طقوا حنك، روحوا يا خي حط بيسين وعود فيه، في هاي مقصودة، اوعى تفكروا جيب العرسان والعرايس وهذا بعد شوي وعرض أزياء، تطلع رقاصة قدام مسجد محمد الأمين، يطلع شيخ عم يرقص بطرابلس، مطربين على مد عينك والنظر، وأمن تجهيزات وأمن وأمن وأمن، خود الناس على الفلتان والميوعة. هذا اختبار، انه هذا لانه هذا وهذه نسخة بكرة بتشوفوا لما بيجي وقت الخليج قداش بتكون فعالة وقداش بتكون مؤثرة وقداش بتكون هي اللي بتعبي الساحات. وخود الناس على طق الحنك، يعني بأشكال من الحراك المتفجر على قضايا اجتماعية ساخنة، قضية لقمة عيش وقضية سياسات اقتصادية وقضية خيارات كبرى، المفروض هاي ساحات الحراك تكون منابر للنقاش ومنصات للحوار وللخطباء ولإبداء الآراء ولتبلش تبين، تطلع منها قيادات جديدة وتطلع منها أفكار جديدة وتطلع منها أشكال تنظيمية. ممنوع، خدهم على التفاهة، خدهم على التفاهة، هذا شكل آخر من أشكال الاختبار. ما بيلو هي شكل اختبار، هي يعني مساحة اختبار، مختبر لنا نحن أيضا، لنجرب، لنتعلم، لنكتشف. أول شيء اكتشفناه وتعلمناه أنه نعم هناك إمكانية لإنتاج معادلة توازن سلبي ذهبية، ذهبية. لأنه أنا شخصيا بقدر لكم، لأنا تعلمته، أن المعادلة النموذجية والتي أريد أن أضعها بين أيدي كل الأصدقاء والمحبين بالعالم العربي وبلبنان، أن المصلحة هي في ألا ينتصر أحد الطرفين، لا الحكومة ولا الحراك. الحكومة إذا انتصرت سيكون استبداد وظلم وتفاهة اقتصادية وجوع وفقر وحرمان وهجرة ويأس وإحباط. والحراك إذا انتصر، يعني إذا أسقط الحكومة، ستكون عملية الاستهداف المتدحرجة وصولا إلى المقاومة، وسيكون نجاح المخطط الخارجي، وسيكون الذهاب إلى الفوضى التي يمكن أن تفتح الأبواب أمام الكثير من الكوارث الأمنية والسياسية. أول شيء لازم نتعلمه هو كيف ننجح في إنتاج توازن سلبي، توازن يؤدب الحراك بألا يتطاول على أمن الناس، بيجبروا أن الطرقات ممنوع تتسكر، أن المؤسسات ممنوع تتسكر، خلي الساحات، وبيجبر الحكومة ممنوع تفوتوا على الساحات، وبيجبر جماعة الدولة يعني جماعة السلطة اللي ممكن يبعثوا ناسهم ليخربوا في الساحات، لا تركوا الساحات. هذا التوازن السلبي، أن أحدا غير قادر على قهر الآخر، هو البركة والنعمة، لأنه هذا يجبر الحكومة على تقديم المزيد من التنازلات، ويجبر الحراك على مزيد من الهدوء والتفكير في كيفية التعامل. الحراك لما بيطلع بيقول إسقاط نظام، وبيطلع بيقول إسقاط حكومة، وبيطلع بيقول إسقاط رئيس، وبيطلع بيقول كلكم، يعني كلكم، أنا بفهمه وبتفهمه وبقول الشعوب في لحظة الغضب هذه هي طبيعتها، لكن كلمة إلى بتروق، بتروق مش لتلغي هذه الشعارات، خليها بهذه الشعارات، لأنه إذا بطلت عن هاي الشعارات بطلت غضب، إذا بطلت عن هاي الشعارات صارت عم تشتغل سياسي، هي ليست حزبا ولا حركة سياسية، ومش مطلوب يكون عندها قيادة منظمة، هي مزاج عام. هذا المزاج العام تخيلوا مثلا مثل اللي هلا عم بيقولوا الورقة التي قدمتها الحكومة ممتازة وعلى الحراك أن يقبلها، هذا نوع من يعني انعدام الثقافة السياسية. الحراك لازم يرفضها، لازم يرفضها ليبقى، لأنه إذا قبلها لازم يفل، وإذا فل رح تتراجع عنا الحكومة مش حتطبقها. لذلك المصلحة والعقل هو بأن نتقبل، نعم الحراك لازم يبقى سلبي، الحراك ما بيقدر يطرح شيء إيجابي يقدم بدائل، ما حدا يراهن أنه بتطلع حكومة إنقاذ من الحراك، أو الحراك سيستطيع أن يبلور خارطة الطريق
لكيف نصل إلى الدولة المدنية وإلى الدولة العلمانية وإلى الدولة المتصالحة بين العلمانية والدين. هذا ما مش شغل الحراك. الحراك هو حق فيتو، هو محل بيرسم خط أحمر، هو بيقول للحكومة اوعها نحن هون. لذلك رفض الورقة الإصلاحية هو أمر إيجابي. يعني لما الحراك بيرفضها ليش أمر إيجابي؟ لأنه بناء على هذا الرفض تبقى الناس في الساحات. طيب بقيت الناس في الساحات بس مش قادر تسقط الحكومة، عم تقول إسقاط حكومة بس ما فيها تسقطها. هون شو بيترتب عليه؟ بيترتب إنه الحكومة ليش عم بيقول لها أنا ضد الورقة؟ ما قادر يفند الورقة، بيطلع في ناس بتشاطروا. بس بالحراك الفكرة الحقيقية للرفض شو هي؟ هي عدم الثقة، لا نثق بكم. طيب الحكومة مجبورة إن تفرجيهن إنه نحن التزمنا بهون ونفذناهن. مثل هلأ حكومة الرئيس الحريري أخذت على عاتقها سلة إجراءات إنه هاي من هون لآخر السنة حطوا شيء بعشرين عشرة، شيء بثلاثين عشرة، وشيء بخمسة وعشرين أحد عشر، وشيء كذا وشيء، كله أغلبوا لآخر السنة. عظيم. معناتها من هون لآخر السنة إذا بقي الحراك في الساحات وانفتحت الطرقات وانفتحت الأشغال وصاروا يروحوا من الستة للعشرة بعد الظهر وكل ويكند سبت وأحد يعدوا بالساحات، إجباري رح تكون حركتهم أداة ضغط مسلطة فوق رقاب الحكومة للوفاء بالتزاماتها، وهذا شيء عظيم. اثنين، بين التزامات الحكومة ما هو غامض ومائع، مثل موضوع هيئة مكافحة الفساد وإعادة المال المنهوب. الحراك شغلته أنه عم يضغط لتتحول إلى أشكال واضحة، آليات محددة، قانون رفع الحصانات. بلبنان ما في قاضي بيقدر يستدعي وزير ولا مدير عام، كله عليه حصانة، بده قرار مجلس وزراء. ومين بيعطي قرار مجلس وزراء؟ ولا حدا. ما بعمره معطى قرار لملاحقة واحد أو لاستدعاءه للسماع لإفادته. طلبوا وزير الاتصالات الحالي والسابق اللي هو وزير الإعلام، اثنيناتهم قال ما بنروح نحن، تعال انت اشرب قهوة، بكل تعجرف محمد شقير وجمال الجراح. رفع الحصانات عن كل من تولى الشأن العام خلال الأعوام الثلاثين الماضية، رئيس وزير نائب مدير كله ما عليه حصانة. القضاء، طيب مش القضاء العادي بس، هلا القضاء العادي لازم يكون قادر، بس أنا بدي أضيف وهيئة قضائية مستقلة تتشكل بدون قرار مجلس الوزراء، أعضاؤها محددين بالقانون بصفاتهم، خارج الحسابات الطائفية وخارج المحاصصة. رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي والسابقين، مين منهم على قيد الحياة؟ النائب العام تمييزي الحالي والنائب العام المالي الحالي والسابقين، رئيس ديوان المحاسبة الحالي والسابقين، رئيس مجلس الخدمة المدنية الحالي والسابقين، رئيس التفتيش المركزي الحالي والسابقين. شو بيطلعوا؟ 15. عظيم. هاي الهيئة شغلتها في رفع سرية مصرفية وفي رفع حصانات، جيبوا شركات محاسبة بس على أساس بعد رفع السرية المصرفية لائحة بيطلع فيها 500 اسم اللي عملوا نواب ووزراء ورؤساء ومدراء خلال هالثلاثين سنة. هل 500 اسم هاي كشف حسابهم بعد 30 سنة بكل البنوك؟ اللي بيقول لك هربوا لبرا، يا خي قبل ما يبعت لبرا هو مرق بنك هون، حدا حول له وحول، لأنه مرقت بمرحلة كله ما حدا عامل حساب إنه ممكن يجي نهار مثل النهار. تعال هذا داخل حسابك كذا وطالع منه كذا، هول 50 مليون دولار حبيبي من ورا شو؟ والله هول بعت أرض، فرجينا. لما هال 500 بينحصروا بيطلع في منهم والله 120 في علامات سؤال حول حساباتهم وما في حصانات، بيستدعوهم والحراك موجود. هون عم قول قانون انتخاب، كل الحراك قال نريد انتخابات مبكرة على أساس قانون انتخاب لا طائفي، دائرة واحدة ونسبية. طيب موجود هالقانون؟ لا، بده إقرار. عال استغلوا هالمجلس النيابي قبل ما تحلوه، خلي يطلع هالقانون. قانون رفع الحصانة خلي يطلعه، قانون رفع السرية المصرفية خلي يطلعه، قانون تشكيل هيئة القضائية المستقلة خلي يطلعه. وتحت عين الحراك وقبضته وتهديده وحضوره دون أن يتحول إلى حركة مطلبية، لا يبقى رافع السقوف إسقاط النظام، ويبقى هيك
بس يفرض هول، هذا رح يؤدي خلال شهرين ثلاثة الحراك مستمر بساحات متعددة، منطقي وطبيعي ببلش يفرز قياداته. مش ضروري انه يصير اسمه قياداته، بس بتبلش الناس تشوف على التلفزيون في فلان لما عم يحكي والله منطق مبين، هذا بيقول طولوا بالكم، لا نريد من احد ان يزجنا في معركة انقسامية بين اللبنانيين اسمها سلاح المقاومة. الحراك ما يقول انه هو بأيد المقاومة، الحراك على الحياد في هذه المعركة ليست قضيته، فمن يريد أن يدافع عن سلاح المقاومة فليدافع خارج ساحات الحراك، ومن يريد أن يتناول سلاح المقاومة فليفعل ذلك خارج ساحات الحراك، وسيد المقاومة وقائد المقاومة خارج التداول. ما حدا يجي يستعملنا ليمرك كلام سياسي ويلبسنا أتواب سياسية، هذا بيقدر يقوله، حدا يطلع يقول هالكلام تبلش الناس بتقول والله بيفهم هذا، والله مخلص، والله صادق، والله قادر وموجود وحاضر وبيركض وبينظف وبيشيل زبالة وبيوزع مي وبيخدم الناس، وهذا هاي القادة، هيك بتطلع، هيك الثورات بتنتج قادتها. وبالتالي شيئا فشيئا منبلش نشوف برياض الصلح في شيء 40-50 واحد ووحدة من هذا النوع، منبلش نشوف بطرابلس، منبلش نشوف بصور، منبلش نشوف بالنبطية، منبلش نشوف بصيدة إلى آخره، بيطلع معنا والله في برلمان شعبي طلع من 1000 شخص من مجموع هذه الساحات، قد يكون بمرحلة ما يقرر الحراك يعمل برلمان موازي ويشكل حكومة موازية تراقب وتتابع وتحاسب وتسائل وتقدم تقارير أمام الساحات. هذا يمكن يكون أحسن من تغيير الحكومة، هذا يمكن يكون أحسن من الدخول إلى البرلمان ونخسر الناس بس يعملوا نواب حقيقيين، لأنه الكرسي ياما مغيري بشر. بالتالي واجب قوى المقاومة ومؤيدي المقاومة أن ينفتحوا على الحراك بساحاته، أن يفهموه، ألا يطالبوه بخفض سقوفه. هذا اختبار، اختبار كيفية إدارة ازدواج بين الحكومة والحراك على قاعدة مساكنة إلزامية ومنع الانتصار. يعني شغلتنا نحن بالحكومة نمنع الحكومة تنتصر على الحراك، وشغلتنا بالحراك نمنعه ينتصر على الحكومة، لأنه إذا انتصر أحدهما أخذ البلد إلى الخراب. أنت بصير فينا ناخد الحراك ينتصر على الحكومة؟ لما بيكون نضج ليصير ثورة بخطة سلمية لا تؤذي المقاومة ولا تهدد السلم الأهلي. وأنت منسمح للحكومة تنتصر على الحراك؟ لما بيكون الحراك تحول إلى خطة مؤامرة تطيح السلم الأهلي وتهدد المقاومة. هذا مش قدامنا هلأ منع الانتصارين الكارثيين والحفاظ على التوازن السلبي، وفي قلب التوازن السلبي تنمية قدرة الحراك على الضغط والرقابة وانتزاع المزيد من المكاسب، وبلورة أشكال جديدة من النماذج القيادية وتواصل الساحات مع بعضها، وهذا أمر غاية في الأهمية، وتهذيب الساحات، تهذيبها من الفلتان من التفاهة وتعويدها على السياسي والنقاش وحلقات الحوار. وجيبوا والله إبراهيم نجار الكتائب الأواتي خبير في الشؤون القانونية، يا خي بجيبوا على ساحة رياض الصلح لنسأله أسئلة. جورج قرم وزير مالية سابق محترم وعقل ممتاز، جيبوه على الساحات اسمعوا له، وهكذا. طيب نجي بعدين تهذيبها، انه منع البذاءة، منع الشتائم، منع الاستغلال. انا ما عم دافع هلا عن رموز لان مع المقاومه انه حتى لو كانت مخطئه او عليها ثغرات وسلبيات، بس انا رايي هذا ما بيخدم الحراك. يعني ما بيخدم الحراك في الجنوب استهداف الرئيس نبيه بري وحركه امل، ما بيخدمه. اللي بيخدمه هو الاستثمار على علاقه تعاونيه سلميه من موقع الاختلاف، انه يا خي نحن اهل الحراك، نحن ضد كل السلطه وضد كل الحكومه وضد كل مجلس النواب، بس نحن ما بدنا نتقاتل نحن وياكم، ولا بدنا نسمح لحدا يسبكم، ولا بنسمح لحدا يشتمكم، واذا عندكم راي تجوا تقولوه امام الناس وتشرحوا فيه موقفكم، منبر الحراك متاح لكم، شرفوا تعوا احكوا. هذا اللي بيكبر الحراك وبيقويه وبينمي عضله كقوه مستقله. كذلك الامر جبران باسيل، منه شيطان، جبران باسيل يمثل قوة سياسية حقيقية ولا تزال عند عمق شعبي حقيقي،
ما بيقوى الحراك لما بيقوم على شتيمة باسيل ليرضي جعجع أبدا. وحتى الحريري ما بيقوم الحراك على شتيمته وما بيكبر على شتيمته، لا ببيروت ولا بطرابلس ولا بصيدا. البيئة الطائفية ما حدا يصدق انه تم تجاوزها هيك بشطحة ألم، تم خطوة أولى باتجاه تخطيها، وهذا مهم وهذا عظيم. بس هذا بيطمن أكثر كل مكان الخطاب تصالحي مع رموز الزعامات التي يحترمها أبناء طوائفها حتى لو لم يجاهروا بذلك. أنا سمعت حدا على ساحة الجي برجة اللي هي منطقة تقليديا زعيمها الرئيس الحريري، شو قال؟ وأنا أتفهمه، أنا ما بعتبر هذا الشيء سلبي. قال نحن إذا مطلوب يستقيل الرئيس الحريري بدون رئيس جمهورية ما حدا يمزح معنا، بده يستقيل رئيس جمهورية ورئيس مجلس نواب ورئيس الحكومة لنقبل ساعتها أنه زعيمنا يفل. وأنا بقول هذا الطبيعي، لأنه لبنان في عصبية طائفية، ما بيسوى يبين الحراك أنه يستهدف رمز لطائفة أو زعيم لطائفة، ولذلك لا ما بده يستهدف حدا الحراك. الحراك بده يقول نحن مختلفين يا دولة الرئيس، يلو يا دولة رئيس الحكومة نحن مختلفون، مش يلو صفتك نعتك، نحن مختلفون، نحن لا نثق وإليك الأسباب. يا خي أنت عم تلنا وثقوا فيي أني رح أترجم هون، بدنا نسألك إلكن على القليلة 10 سنين بتواجهوا الأزمة الاقتصادية، ليش ما أخدتوا هول؟ ليش ما جبتوا سيرة الأموال المنهوبة وإعادتها؟ ليش ما جبتوا سيرة المحاسبة على الفساد؟ طيب عم تلنا بدك تحاسب على الفساد، عندك وزير رفض يروح عند القاضي، عندك وزير اشترى مبنى للتاتش $120 مليون ونحن عم نفتش على رغيف الخبز لبناية السيلولر بناية الموبايل بس ليعمل لهم البرستيج بالسوليدير. عندك هذا الوزير ذاته طلبوا القاضي لأنه في عليه شبهات، بعتوا بس فرجينا أنت لنأخذ ثقة، ما عم نلك احبسه، ما عم نلك قيله، ما عم نلك شيء. يا خي قلوا لوزيرك قول بمجلس الوزراء، أخذ مجلس الوزراء القرار رفع الحصانات عن الوزراء الحاليين وكل من يستدعيه القضاء بروح لهالسبب منوثة. قولوا له هيك، جيبوه وقولوا له هيك، خلي يطلع مجلس الوزراء ويأخذ قرار ويقول لا أنا بدي ثقتكم عندي أهم من حماية محمد الشعير أو فلان أو علان. وبالتالي هذا النوع من تخفيض اللغة الشتائمية لحساب المنطق، مش تخفيض سقف الشعارات لحساب المساومة. ما حد عم بيقول هذا غلط، مطالبة الحراك بتخفيض السقف السياسي في غير مكانه، لكن مطالبته بتهذيب اللسان وتحويل الاشتباك من اشتباك شتائمي إلى اشتباك فكري بالحجة بالمنطق، ولدى الناس منطق، لدى الناس منطق. وهون أنا بقول أنه في مجموعة من القضايا اللي أظهرها الحراك والحكومة لم تبدي لها بالا كبيرا، أنه رئيس الحكومة حكى بالمطالب اللي بدها تعملها الحكومة بالورقة تاعته عن موضوع العفو العام قبل نهاية العام، عظيم، في قضية ضغطة اسمها العفو العام شكله لجنة من الحراك للتابعة، في قضية تكررت على كل الشاشات التلفزة غصبا عن التلفزيونات ويهملوهنا انه طيب طيب وصل رأيك يا حجي او يا مدام شو عم بتقول، انا مجوزة من غير لبناني وعندي ولادي، تجنيس حق الام بمنح الجنسية اللبنانية لابنائها من غير لبناني، هذا موضوع حقيقي بلبنان، موضوع جدي وموضوع يطال الاف العائلات ووراء رفضه عنصرية سخيفة، موضوع الفائزين بمباريات مجلس الخدمة المدنية، هاي قضايا فورية هلأ عنار تقدروا هلأ تمنحوا الجنسية، انه الام تمنح الجنسية لأولادها. بتعرفوا هذا الانجاز شو بيساوي؟ انجاز توظيف تعيين اللي فازوا بمباريات الخدمة المدنية، مش قادر الحراك يفرضها؟ خليك عم تقول سقط نظام، بس افرضها، هاي افرضها هول 3,000-4,000 اللي بتراكم دورات ومباريات مجلس الخدمة المدنية، خليهم 500 خليهم 200 هول بصيروا بيعرفوا وعيالهم بتعرف وغيرهم بيعرف، لولا الإرادة الشعبية لما فازوا، لا أحزاب قدرت ولا قوى سياسية تبنت من رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس النواب إلى حزب الله إلى الحزب الاشتراكي، ما قدروا يفرضوا على التيار الوطني الحر القبول بتعيينهم. الشارع قادر،
قادر ومثله مثل متايل. وبالتالي هذا مختبر لنا، أقول مختبر في أن نكتشف كيف ننجح بإنتاج توازن سلبي اللي هو مكسب عظيم، كيف ننجح في دفع الحراك ليتهذب، وحددت كيف يتهذب، مش معناته بلا تهذيب، هون المقصود بالمعنى الموضوعي كيف يثقف نفسه، كيف يطور أداءه، كيف يعقل اللغة التي يخاطب فيها. واختبار أيضا كيف منقدر ندير ثنائية، ثنائية نحن وبقلب الحكومة، شغلتنا نحن مع الحكومة مش شغلتنا ننعم بالحراك، ونحن ومع الحراك مش شغلتنا ننعم بالحكومة، نحن ومع الحراك شغلتنا نخدم مصلحة الحراك، ونحن ومع الحكومة شغلتنا ندفعها لتصبح حكومة حقيقية، حكومة تلتزم بقضايا شعبها، تلتزم بالحلول الجذرية، وفي كثير من الحلول الجذرية. وصولا للحظة من ثلاثة، إما أن الحراك يتحول إلى مؤامرة بخطة تهدد السلم الأهلي والمقاومة ساعتها ننتصر للحكومة، وإما أن تصبح الحكومة عاجزة عن تقديم شيء ومتهربة ومتخاذلة، ويصبح الحراك خطة ناضجة لثورة قادرة أن تنتقل سلميا بالسلطة دون تهديد السلم الأهلي والمقاومة، ساعتها ننتصر للحراك بوجه الحكومة. أو الاحتمال الثالث أنه الحراك ينضج أكثر ويصير أوعى ويمارس رقابته ويحقق إنجازاته، والحكومة تتعقلا وتصير أكثر قربا وتقدم مزيد من الإنجازات للشارع، ساعتها منقدر نشبك بين الحراك والحكومة بحوار تفاوضي حتى رسمي، يمكن أنه مثل ما قلت برلمان ظل وحكومة ظل ينتجهم الحراك ما بين البرلمان والحكومة، ويصير في هذا الازدواج الذي يغني الحياة السياسية ويطورها على قاعدة التعايش السلمي بينهما باتجاه بيقدم نموذج جديد وتجربة جديدة، وبالتالي يصيب المشروع الأمريكي بالإصابة المباشرة. واللي منكم ما أرى مقال ديفيد أغناسيوس بالواشنطن بوست حول 16 الشهر 17 صار الحراك بلبنان، هو ب 16 ببيروت، شو جاي يعمل قبل وشو اللي تحضر ومين معه. وديفيد أغناسيوس منه باحث وأكاديمي بس، ديفيد أغناسيوس هو أهم كاتب افتتاحية في الواشنطن بوست، وهو من الذين يقرأ لهم من صناع القرار، كل صناع القرار، المخابرات والخارجية والبيت الأبيض، وكاتب خارطة الطريق، كاتب وصفه انه خسرنا سوريا لما نخسر لبنان، لازم نعمل 1 2 3 4، وهالواحد 2 3 4 في جزء منه هلا مرق بورقة الحكومة اللي منه الخصخصة. انا طبعا مش مع الخصخصة، الملكية يجب ان تبقى للدولة، وهذا مرق امبارح. كلمة خصخصة القطاع الاتصالات هي اخطر ما مر في الورقة الحكومية. في فرق بين انك تمنح امتيازات استثمار للقطاع الخاص لأجل زمني وبين أنك تبيع، البيع محرم ولا يجب السماح فيه. بعد ما شفنا هلا الحكومة بتعمل، وطبعا واضح أنه في مين عارض، وأنا بعتقد أنه اللي مناقشين نحن وياهم المخاطر وقفوا وضربوا يدهم على الطاولة، مش بس بالمقاومة، بكثير من التيارات، وقالوا لذلك طلع الخيار بأنه منجيب لجان شركات استشارية تعملنا دراسة، بركي منبيع 10% 20%، معناتها بعد معنا وقت والحراك معه وقت ليراقب ويتابع. وبالتالي نعم هذا مختبر، وهذا المختبر يجب الله يضيع من بين أيدينا، ويجب أن لا نسمح بأن يضيع، ويجب أن نفرض بأن يضيع من بين أيديهم، لأنه هني كمان بالدنيا مختبر. عم بحكي عن الأمريكان وجماعة الأمريكان، هذه ليست مؤامرة، هذه ساحة مفتوحة للسباق بين هذه ليست مؤامرة ولكنها ليست خطة ثورة ناضجة، هي ساحة سباق بين ثورة ناضجة سلمية لكنها بلا خطة وغير موجودة، وبين مؤامرة غير سلمية لكنها تملك خطة وموجودة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، وسلام القدس لكم وعليكم دائما وأبدا.